شدان بغداد، بغداد هارون ومامون، ولا يهمني مثل ما يهمني انه وال لبغداد، بغداد ابي حنيفة احمد بن حنبل، فانني لفخور بان اخاطب شخصا يتمثل فيه قول الشاعر العربي القديم: اني لمن معشر لسنا عوائلهم قول القناط ولا اين المحامون. وانني لقد كنت العنف لانه قد تولى المرء حينما كنت وكنا ننادي الصلح والسلام، ولقد راينا من الطرف الثاني المقاومه والمعانده ظلا منهم باننا ننادي الى الصلح والسلام لاجل الضعف، لاجل النفس، لاجل القصور، ولكنهم لا يعرفون يعني لسنا من اهل القصور بل نحن من ابناء الصخور. لا نخاف ولا نهب، فحينما كان يسمع الاراد الى الصلح كان يسمع مقتديا بسنه نبيه متمثلا باوامر ربه، لكنهم حينما عاندوا كان ينبغي ان يكون شعارنا والجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. وانا اقول وقد قلته مرات وكرات، وانا رجل احب القران واحب سنه الرسول واحب العرب والعربيه لانها لسان رسول، واحب العرب لانهم حمله رساله الله الخالده، واحب شعارهم. فحينما ناداني الشيخ شيخي واستاذي كنت اقرا ثقيبه في قلبي قاله شاعر عربي اصيل، وكان ينطبق هذه القصيده على اعمال اراس حيث يقول: فتحنا عن بني سهل وكل القوم اخوان، فسل الله ان يرجعنا قوما كالذي كانوا، فلما كره الشاه وانقى بعض علمه مشينا، يقول الجبان مشينا مشية الليل وزار الليل غفان. بزرق فيها توهيم وتحقير واكرام، لماذا؟ لكي يعلم وبعث الشر عند الجهل للذل اذعان، وفي السر تباط حين لا ينجيك احسان. هؤلاء القوم الذين لا يعرفون الا لغه السلف، فلينبغي ان يكون سيوف معلقه على رؤوسهم، وليس سيوف صدام وحده، وليس سيوف ابطاله البعده الذين قلت فيهم ما قلت، فنتقوا والهنود والعادي وداروا من جنون الى الجنون، والذين قلت فيهم فلت نفسي وما ملكت يميني، فوار تصدقوا فيهم جنون، فوار فما يملون الملايا اذا طارت هل حرب السنون، ولا يرعون اخلاق الخويلة تقتلون ابناءكم في ايرانكم الذين لا يرعون الا الملازم في ابناء جلدتهم، كيف تتمتعون منهم خيرا؟ وانا اقول ومن على هذا المنبر قد حان الوقت بان يرفع الصدام
تقول بأنك جعلت القادسية شعارا. اهميت ان القادسية رمز الفضولة والارتفاع، رمز النصر والفخر، لأن نصر الله العار، لأن نصر الله العار، لأن نصر الله العار، وكان حقا على إمارة المؤمنين. وأنا أقول لأنه قد جاء الوقت حين يفقد أنظمة الأمناء، أمناء السريرية، أمناء الإمبريالية الذين اجتمعوا ضدك. ولا تظن بأن القائدين ضدك، أن النصارى ضدك، أن الأسد ليس بفارسيين، وأن القذافي ليس بفارسيين. اجتمع النصارى ضدك كما اجتمع الأبرار الأبرار. إنك لمنحسر، إنك لمنحسر، إنك لمنحسر. لأننا لم نخلع عنك، ونحن في بلادنا باكستان، ونحن في أقصى العالم، لم نخلع عنك شيئا يكون عارا لشرفك، يكون عارا لملكك. حينما كثير من الحكام يفجرون ويفسقون، فحينما هم يفجرون ويفسقون أنت تقاتل وتجاهد وتناظر. أنت تماما إن نصر الله العظيم، إن بغداد لا تتمسح بدمائها، وإن ابن الأنصارين قد الله تحت قرارك. لن يأتي يوم يبرز من الإرهاب الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.